الجزائر تنتصر بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي. جيت رسالة من عند أمين رئيس الاتحاد آنذاك للأمين الرالي الأمين العام للاتحاد العربي، يقول لي راه جات رسالة من بلي كان فوكر بازن في بلي بارتي دو لا فيدراسيون. الدبلوماسية ما نحبش دبلوماسية الاحتواء في المرحلة اللي أنا فيها. أنا مع الرأي الذي يعتقد أنه نحتاج إلى دبلوماسية صادمة كمؤسسة برلمانية كسلطة تشريعية، نتمنى يكون أداها أحسن بكثير. كرئيس حزب راك القوة الأولى في الجزائر، يعني الثقة اللي تتكلم بها، مع أنه أنت عندك ثلاثة نواب في البرلمان وزوج في السنة. كن على يقين يا أخي العزيز، الخريطة السياسية ستنقلب رأسا على عقب. ويكند ستوري الجمعة 9:15 على شروق نيوز.